السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. ووصفتنا لنهار اليوم تلقاكم كامل هنيين ومتهنيين. 80% من عشاق الطاكوس، وخاصة هذيك لاصوص اللي تجي لداخل. بزاف منا اللي كيروحوا ياكلوا حاجه برا يحبوا يطبقوها في الدار ويديروها في الدار، لكن ما تجيش كيما هي. وانا جيتكم باللي كيفها، واللي هي لاصوص اللي تجي داخل الطاكوس ولا ثاني يديروها في البيتزا. جبتها لكم من تحت يدين الحرفيين بكامل اسرارها على بالي، وراني متاكده 100% كي تسييوها ماكمش راح تستغناو عليها، سواء في لي تاكوس ولا لي ساندويتش ولا البيتزا. نبداو ديريكت بالحشوه اللي راح نديرها انايا بالجاج، كاين اللي يحب يديرها ثاني بالفيونداشي، وكاين ثاني حشوه واحده اخرى اللي تجي بالطون، تجي بالطماطم، طماطم حب عادي. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه راح نشارك معكم هذيك الحشوه، تجي بزاف بنينه. المهم راح نوجد الدجاج كما راكم تشوفون، حكم نقصوا مربعات صغيره ولا المهم قطع صغيره هكا باش تتشرب لي التوابل والشي اللي راح نديرو فيها. في اناء نحط الدجاج تاعي، هنايا الكميه راح تكون حسب افراد العائله تاعك. نجيب ندير عليها كيما انايا هنا درت نص زدر، جاي شويه الحجم تاعو كبير، يعني قيس زدر كامل يكون متوسط الحجم. واش راح نديرلو؟ نديرلو قيس مغرف كبيره تاع بصله مرابيه، ما نكثر لهاش البصله المرابيه، انا نحتاج تمد لي نكهه، ما تجيش قاطعه، يعني تمد لي النكهه برك، ما تجيش بارزه بنت البصله في الجاج تاعي. ونربي عليها ثاني فص ثوم كبير ونتبلها. بالنسبه للتوابل راح ندير الملح، ندير الفلفل الكحل، زنجبيل على راس المغرف تاع الكمون، وشويه تاع الكركم، وملعقه كبيره تاع الزيت، واللي يحب يدير زيت زيتون تقدروا ديروا زيت زيتون، وملعقه صغيره تاع الخل ولا عصير الليمون. راح نخلط المكونات كامل مع بعض ونغطيها ونخليها. تحبي ديريها في الليل وغدوه من ذاك طيبيها للغدا، تحبي ديريها ثاني صباح وتحضريها في العشاء، والا كنتي مزروبه معليش تقدري ديريها، يعني قد ما قعدت في هذا التتبيله قد ما الجاج تاعك راح يجيك بنين، يعني التتبيله هذيك تدخلها للقلب وفي نفس الوقت يجي الجاج تاعنا طايب. من جهه نكون وجدت البطاطا مقليه، بالنسبه للبطاطا المقليه تحبوا تقليوها في الفرن تقدروا تقليوها في الفرن. اللي حبت نشارك معها طريقه البطاطا المقليه في الفرن راح نشاركها معكم ان شاء الله. دركا راح نطيب الدجاج كما قلت لكم، قد ما عطيناه الوقت باش يقعد في هذيك التتبيله قد ما راح يجينا ابن وابن. زدت لها مغرف صغيره تاع الموطارد، كنت نسيت نديرها لانه انا ما نعرف نديرها في البدايه. ثاني اذا عندكم ياغورت طبيعي تقدري ثاني ديري نص علبه، اذا درتي الكميه تاع الدجاج اللي درتها انا، اذا درتي اكثر ديري العلبه كامله. راح نفوتو للصلصه، وبالنسبه للصلصه لازم تتحضر هي الاولى. هنايا صرالي ديكالاج في الفيديو. في طاوه راح ندير زوج كيسان تاع الحليب، وراح ندير معاهم الجبن مبشور. جبن مبشور يكون قيس كاس حتى هو ولا نص كاس، المهم انا درت قيس كاس، ثلاث انواع تاع الجبن، ونحطهم على النار. بالنسبه للتوابل ما انا راح ندير ولا تابل من غير الفلفل الاسود، هذا ما كان ما نديروش الملح لانه الاجبان اصلا راهي مالحه. كما قلت لكم انا ديجا راني درت ثلاث انواع، والثلاث انواع كامل فيهم الملح. دركا راح نبقى نحرك حتى يذوب معايا هذاك الجبن اللي درتو، وقد ما تكون نوعيه الجبن بنينه قد ما لاصوص تاعنا راح تجينا ابن. ونفس الشيء بالنسبه للكريمه السائله اللي كنت درت منها كاس، نفس الكاس اللي تكيلي به الحليب هو نفسه اللي تكيلي به المكونات الباقيه. يعني درت زوج كيسان تاع الحليب مع كاس تاع الجبن مبشور كما قلت لكم الانواع اللي متوفره واللي تحبوها، مع كاس تاع الكريمه السائله. نبقى نحرك على نار هادئه، ما تكونش قويه بزاف، ما تكونش ناقصه. ندير لهم ثاني رشه تاع الملح، قلت لكم التحريك يكون متواصل مستمر حتى نحس انه المكونات كامل جانست وهذيك الاجبان بدات تذوب لي. وكي تشوفوها بدات تغلي وبدات تخثر، راكم تشوفوا هنا راهي تغلي وخثرت لي، نحيها من النار ونخليها حتى تبرد تماما. قد ما بردت قد ما راح تعقد وتختار هذيك لاصوص. ومن ناحيه الملح بعد ما توجد لكم لاصوص كي ذوقوها تشوفوها بلي محتاجه الملح، ثم زيدوا لها الملح، سينو هي في الاساس تاعها والاصل تاعها راهم ما يديروا لهاش الملح. كما قلت لكم انا استعملت غير الاجبان المبشوره، اذا حبيتي في بلاصه الجبن المبشور وما كانش متوفر عندك تقدري ديري جبن ابيض.
بالنسبة للخبز تاع التاكوس ولا خبز التورتيا، كنت شاركت معكم الوصفة بالتفصيل في القناة، راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف وراح تلقاوها قبل هذا الفيديو. شوفوا لي الخبز قدمت الموه بيديكم يعاود يولي كيما كان، ما يتكسر ما يتعجن، ويجي نفس الذوق ولا احسن من تاع برا. ساهل في التحضير تاعو، اقتصادي في المكونات تاعو، اي اخت سواء مبتدئه ولا غير مبتدئه تقدري تحضريه بكل سهوله. ودركا راح نبدا نحضر لي تاكوس تاعي. كيما قلت لكم هنايا الحشوه راح تتحكمي فيها حسب الذوق وحسب المتوفر عندك. انا كيما شتو كنت وجدت البطاطا مقليه، وجدت الدجاج اللي تبلته معاكم. ندير كميه من البطاطا كميه من الدجاج، ودركا راح نحط عليهم هذيك الصلصه. وهذه الصلصة وحدها راح تكفي وتوفي، يعني ما يحتاج انك ديري تدهني الخبز بالجبن الابيض. ونغلقوا الخبز تاعنا ونحطوه هي. طيب بالنسبه للحشوه قلت لكم تقدروا تغيروا فيها كيما حبيتوا، في بلاصه الدجاج راح ديروا الحام، تقدروا ثاني ديروا الطون، تقدروا ديروا اضافات واحده اخرى، مثلا ديري لداخل بصله تكون مقطعه مكعبات هي، والطماطم هكاك نيين، ونحطوهم يطيبوا. انا راح نديرها في الاله الخاصه بالبانيني، اللي ما عندهاش البانيناز عادي تقدري ديريها في مقله ولا في بلاطو ولا في الطاجين تاع الشخشوخه، يعني عندك الاختيارات ديريها كيما تحبي نتيا. عندك ثاني اللي يحبوا يديروه غراتيني تقدري ديريه في الفرن، يعني بعد ما تشكليه تحطيهم في الفرن، تدهنيه من فوق بهذيك الكريمه ولا بالجبن ولا المهم، وترشي عليه يا اما جبن مبشور يا اما ديري عليه الكامونبير كيما تحبي انتيا. من اليوم ماكمش راح تزيدوا تتشهاو الطاكوس تاع برا بكل انواعه، طاكوس سامبل ولا غراتيني كيما قلت لكم، سواء بالبانيناز ولا بلا بها راح تقدروا تحضرهم في البيت. وهاي ليك النتيجه قدامكم، راح نفتح لكم الطاكوس تشوفوه كيفاش يجي من الداخل. يعني من اليوم ما كيش راح تخليه في خاطرك ولا في خاطر وليداتك ولا خاوتك، البنا كيما يحب الخاطر، ما كومش راح تشبعوه في نفس الوقت، حاجة تكون اقتصادية على البرا وانظف من تاع برا. شوفوا لي هذه اللي كنت درتها في المقلاة، لاصوص كيفاش راهي خارجة من عندي، ما نحكي لكم في بنتها ما شاء الله عليها. هنا نكون وصلنا نهاية وصفتنا لينا اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم نالت رضاكم. وانتي اذا كنتي اول مرة تزوري القناة وعجبتك الوصفة اضربي طلع على القناة، واذا عجبك المحتوى ما تنسيش تشتركي وتشجعينا بجام وبتعليق. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم في انتظار تطبيقاتكم وآرائكم في خانة التعليقات. نتلاقاو في فيديو ووصفة قادمة إن شاء الله، في أمان الله.